خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان. أزكى رسول بالهدى قد جاءنا، وخليل رب الواحد الرحمن. صلى عليه الرب في عليائه، إذ زانه بالصدق والإيمان. والله أعلى شأنه في آيه، ولدينه يعلو على الأديان. هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlightening your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 80600 لمشتركي الجوال، وستة ثمانية ستة ثمانية لمشتركي موبايلي. وكان صلى الله عليه وسلم يستخدم العبارات الرقيقة في محادثة الأطفال لاستمالة قلوبهم، فينادي الطفل بأحسن أسمائه أو بكنيته أو بوصف حسن فيه، فتارة يقول يا غلام، وتارة يقول يا بني، وتارة يقول ادعو لي بني أخي، وتارة يقول يا أبا عمير. وكان يعود الأطفال على تحمل المسؤولية ويدربهم على القيام بالمهام، وهذا يزرع فيهم الثقة والقوة والقدرة. فيرسل أنس مثلا مبعوثا خاصا في مهمة سرية، فقال أنس آتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة، فأبطأت على أمي تأخرت، فلما جئت قالت ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت ما حاجته؟ قلت إنها سر. قالت لا تحدثن بسر رسول الله أحدا. وبعد مدة واحد سأل أنس رضي الله عنه، يعني يريد أن يقول له ما هو السر، قال والله لو حدثت به أحدا لحدثتك. والحديث رواه مسلم. إعطاء الطفل مكانة واحترام شعور الطفل، هذا من الأمور التي كان عليه الصلاة والسلام يعتني بها، حتى كان يستأذنهم. فعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال الغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ الأشياخ أكبر سناً. فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. الغلام كان على اليمين والحقل الأيمن، لكن مراعاة الكبار، فاستأذن من الطفل. الطفل كان معلما فقيها، قال لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، أنا أريد البركة أشرب وراك. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني وضعه في يده، متفق عليه. وهذا يليق بأن يكون هذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنه. فاحترام شخصية الطفل وإشعار هذا الطفل بأن له مكانة وأنه يستأذن، لا شك أنه يعطيه.
دفعات نفسية كبيرة إيجابية. وكان عليه الصلاة والسلام يؤكد على أهمية الصدق معهم وعدم الكذب عليهم. فقال عبد الله بن عامر: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه وما أردت أن تعطيه؟ لأن مدت يدها قالت: ها تعال أعطيك. قال: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فإذا لو واحد أوهم الطفل، أوهم تعال أعطيك، ثم لما جاء مسكه قال: ما في شيء بس تعال، وربما ضربه، هذا كذب. فالكذب على الطفل يفقده الثقة بمن حوله وينصرف عن الاستماع إليهم ويرفض الطاعة، ثم يقلده في الكذب لأنه يراقب سلوك الكبار ويقتدي بهم. فيجب مراعاة الصدق عند إضحاكه وتسليته ومخاطبته وسرد القصص عليه. والكذب من أبشع الطباع، ولكن من أسهلها اكتسابا وأصعبها علاجا. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فهذه طائفة مما كان عليه الصلاة والسلام يتعامل به مع الأطفال. وكان عليه الصلاة والسلام يتألف الجميع ويشملهم بمودته ورأفته. نسأل الله أن يجعلنا من أهل سيرته وسنته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.